تواصلاً لفعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، تقام صباح اليوم بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي مسرحية بعنوان سجيلنا صدق لطلبة جامعة جازان. تنظم كلية العلوم التطبيقية بسور ممثلة بقسم الاتصال الجماهيري اليوم حملة ثلث لطعامك لنشر الوعي حول السلامة الغذائية والحد من الإسراف في الطعام. يعقد مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني للهوكي التي تضم 24 ناديا، وذلك بقاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية العمانية.